واليوم معانا تركيب البيت الكوري. البيت الكوري مشهور ومعروف، بيجي بيت وزحليقة وحوش. هنبدأ التركيب من أول ما نفتح الكرتون إلين ينتهي من التركيب البيت كامل. بسم الله، يلا فيصل. احنا طبعا في التركيب بنمشي معاكم خطوة خطوة عشان كأن انت بتركب. نبدأ نطلع قطع ونرصها قطعة قطعة. اهم حاجه انت تطلع القطع كده ترتبها نفس الترتيب هذا عشان تعرف ايش القطع اللي باقي عندك، ايش اللي بتركب، ما تكون القطع ملخبطه. كده طلعنا محتويات الكرتون كامل. هذه هنبدأ بقى نسمي الله ونبدأ نركب خطوة خطوة. شوفوا هنا فيصل بدأ بالقطعة اللي بتتركب تحت ويركب فيها الجنب حق البيت. ويجي معاه الكتالوج. الكتالوج برضو فيه طريقة التركيب لكن الفيديو طبعا هيكون أوضح لك. الكبسة الأول طيب تأكد إنها الكبسة. لا شوف الثانية، شوف قطعة ثانية. بس هذا أول قطعة تركبت. ايوه شوفوا فصلوا هنا، هذه شوفوا هنا هذه الفتحة هتركب فيها هذه. السن هذا هيركب هنا والسن الثاني هتركب هنا كبس في الحتة هذه. ايوه المفروض هذه فصل كان فكها من تحت لحد ما احنا نركب هذه وبعدين نربطها مرة واحدة. ايوه فكوا. ايوه شوفوا هنا هتفك هذه عشان تترفع معاك هذه الثانية ترخيها شوية. يا سلام ما في شد زيادة. ايوه عشان لما تركب الجنب الثاني. هذا جنب وهذا الجنب الثاني. هلا ها؟ كبست من فوق ومن تحت هيربطها بال ادي محمد يا عتيم محمد.
شوفوا هنا هذا اللي في النص حق هذا الطويلة، وهذه حق الخضرة، وهذه الثانية حق الخضرة. هذا أول جنب خلصناه. نشوف الجنب اللي بعده. نفس الفكرة، هتاخد واحدة من الأرضية اللي تحت، شوفوا ثلاث فتحات فيها، تركب أول واحدة والثانية أيوة، تركب سنة تحت، وهذا الأخضر هيركب كبس في الفتحة حقته. أيوة ظبطت. الحتة الثانية بالمرة ركبها وبعدين يربط مرة واحدة فيصل. كده عندنا جنب أخضر، وهذا الجنب الثاني. الجنب الثالث هيركب فيه الباب. شوفوا الحين كيف. أيوة الباب بالعكس يا فيصل، ركبه. طلع القطعة الحمراء هذه، معلش ثانية يا فيصل. أيوة شوف هذه القطعة الحمراء حقت الباب، هذه العتبة، والباب بالعكس. أيوة يا سلام حلو. هذا يربط تحت. ما في زيادة سكنت. أيوة هذه شوفوا هنا، وريني مرة ثانية فسد. هذه كبس، هتركب هتنزل كبسة في القطعة الحمراء اللي تحت. يلا فكوا هذا ميديم شوية اسكندر عشان نقدر فصل الكبسة من تحت. دايما انتوا بتشدوا على القطع الاصفر هذا، لا تشدوا مرة بزيادة، خلوه بس خفيف عشان يمديك تكبس هذا على اللي فوق. شوف لما كم ايوه كده كبس فوق. ربط بعد ما الجنب يركب، ربط براحتك. الباب نفس الشيء كده ثانية. الحين ركبنا الباب. أيوة هذا الجنب الثالث، تركب عليه الجنب الأزرق الأرضية، تركب عليه هذه ويشبك فيها الباب. اكبس اكبس يا اسكندر، سوي كبس. هاي كبست، اقفل عليها بقى من فوق. خلاص هذه الحين فيصل بقى يشبك فيها الحوش. ايوه شوفوا يا جماعة الحين هذا الجنب. شو يا اسكندر، هذا أول جنب عندنا، هذا الباب. الجنب الثاني أخضر، الجنب الثالث أخضر، الجنب الرابع سيبناه مفتوح لأنه يطلع منه الحوش. الحين فصل يورينا وقت التركيب. هذا الجنب الثالث، الجنب الرابع عفوا، ما راح نقفله، لا هيجي بزاوية عشان هيطلع منه الحوش. تقفله متى؟ لو أنت تبغى البيت بس. إذا تبغى تركب بس بيت خلاص قفل الجنب هذا زي ما ركبنا الجوانب الثانية. تبغى البيت نفس الفكرة حقته اللي هو بيت وحوش وزحليقة، هذه الطريقة حقته. الحين يمديك تربط يلا من تحت.
يفتح باب يا اسكندر كده وقفل، يفتح باب وقفل. ما شاء الله. يلا تمام. لسه ما ربطت هذه؟ ارفع له شويه فصل، لسه ما ربطت. لسه ما ربط تحت. اه. بس 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 خلص. هات البدام. هات عمود. هذا الجنب الرابع. هذا الجنب اللي احنا قلنا عليه نسيبه مفتوح لانه بيطلع من هنا على الحوش. هذا الجنب كبس، وبعدين تنزل عليه بالزاويه حقته. هذه هي برضو كل فتحه هتيجي مع الفتحه حقتها من تحت. خلاص الحين تقدر تربط. يلا وهذا الجنب الأخير. الزاوية على مهلك بقى، حتى لو يربط بس اللي في النص لحد ما نخلص وبعدين يربط عليها عشان ما تفك. بس ما في ضروري زيادة يا سكندر، بس يمسك شوية خلاص. هنا برضه هنا خلاص. هذه واحدة هنا زي الجنب الثاني، وهذه واحدة هناك، وهنقفل الحين بقى هذه بالزاوية هذه. هذه اللي باقية القطعة الأخيرة هتركب هنا. في زاوية بقى فصل البيضة. ايوه هذا ايوه مظبوط مظبوط، لأن هذا صغير. شوفوا هنا واحدة طبعا، وانت بتركب ما تكبسي، واحدة واحدة لحد ما تتأكد ان كده تمام. ايوه هذه برضو تقلبها فيصل. ايوه كده دقيقة سكنتر، وهذه تكبس بيها فوق مرة تانية. ايوه هذه القطعة الأخيرة. شوفوا هذه ما فيها غير فتحة واحدة، هذه فتحة، هذه هتركب في السور. تمام. وهذه ايوه يا سلام. وهذه القطعه الثانيه برضو نفس الشيء، ركبت وتربط عليها، تغفل من تحت، ترفعها شويه من جنب وتربط عليها من تحت. طبعا الحين بس هو بمجرد انه خلاص ركب القطع، انزل يربط عليها من تحت. القطع اللي تحت لازم تتشد مظبوط بعد ما تخلص، تتأكد ان كل شيء متركب مظبوط. خلاص شد على اللعبة مظبوط خلاص عشان ما تفك معاك.
خلاص اتاكد ان هنا برضو بنربط الفصل اللي هنا اليمين واليسار. تشيك يا اسكندر، هذه ثلاثه حبه تحت مظبوط، هذه ضروري تشيك عليه، لا تفك قطعه منك ولا الولد بيلعب ولا شيء. ثلاثة ثلاثة كله مظبوط؟ طيب كده انتهينا. هذا البيت مربع وهذا الحوش الصغير طالع منه للبيت. الحين دور السقف. طبعا زي ما قلنا من البداية لا تقرط على في الربط زيادة، ممكن تحتاج ترفع واحدة تنزل واحدة، ركبت واحدة بالغلط تصير سهلة معك. الحين دور السقف. ما تبدأ لنا هنا بالجنب بتاع الباب عشان يبقى ماشيين مظبوط. هما كم قطعة؟ أربعة؟ لا، واحدة هنا فيصل، واحدة هنا، اثنين، وهنا يجي جنب الأزرق. أيوه هذه هنا. هنا أيوه. شوفوا كيف؟ ركزوا معانا، هذه واحدة ركبناها على طول فوق الباب. احنا بنحاول نشوف يعني أسهل طريقة عشان اللي بيركب لا يتعب معانا في التركيب. هذا الباب ويبدأ يحط فوق القطعة الثانية، والجنب قبله على طول بالظبط نفس الفكرة، هذه القطعة تركب قبل الباب، هذه القطعتين في نفس الاتجاه، وهذا السقف. شوف السقف كيف هيركب. أربع قطع. عكس فيس. أيوه. يا سلام، شوفوا هنا كيف هتنزل في الفتحة حقتها مظبوط. بدأت تبان السنون حقتها. ايوه، وتربط عليها شوي نفس ما اتفقنا، وانت بتربط لا تشد زيادة. هذا الجنب الثاني نفس الشيء، هيركبوا الشباب. هذا هو واحدة واحدة، كل فتحة قبلها المسمار حقها. التجويسة هذه، الفراغ هذا ناحية برا، وتبدأ تربط. أربع مسامير. كده ما شاء الله تبارك الله ظهر معانا البيت. هذه اللعبة كده كاملة. يا سلام، كده وضحت معانا. زي ما قلنا لكم لو انت عايز بس بيت قفل الجنب هنا ويصير معاك بيت، بيت وحوش افضل. هنا الحوش تستفيد منه، تحط فيه كور، تحط فيه مكعبات، لعب الاطفال يحطوها ويلعبوا فيها. طيب كده البيت خلاص يا فيصل، باقي لنا ايش؟ الزحليق. باقي لنا الزحليق. هنبدأ نركب الزحليقة. هنا هنبدأ نركب الزحليقة. هذا الجنب حقها، وهذه القطعة هنشوف وين بتركب. شوفوا هنا كيف بكل سهولة. أول خطوة الجنب حق الزحليقة هذا. خلي يركب جنب واحد وبعدين يكبس على الثاني. يربط بس شوية، بس اربط، بس ركب الدرج. خليه يركب الدرج بقى، درجتين. هذا أول واحدة الدرج،
هذه الدرجة الثانية. لا لا ما في مظبوط، ما في مظبوط، فك فك فك. لا هذا اوكي، هذا ما مظبوط. يا اخرى هو ما ربط، هذا مظبوط كده مظبوط اللي بهاله. ايوه كده بس خلاص. ركبت الجنب، هتكبس عليه الجنب الثاني. هذا الجنب خلاص ركب، الجنب الثاني هيركب بس كل فتحه قبل الفتحه حقته، كل سنه قبل الفتحه حقته. شوفوا السنون حقت الدرجه هتطلع لحالها، والسن حقت الزحلقه هتطلع لحالها. بصير بس تربط عليها بالعكس. وهنا انتهينا من الزحليق. وريني الزحليقه بقى لحالها كده بعد ما تركبت. هذه الزحليق، هذا يصير شكل ما شاء الله. كيف تركب في البيت؟ ورينا فيصل. طبعا الزحليقه يمديك تتحكم فيها، تبغى تركبها في الجنب هذا تركب. شوفوا كيف تركب. هذا في الجنب، تبغى تحطها في الجنب الثاني هنا الواسع. طبعا نفس الجنب هذا هو نفس الجهه الثانيه، تبغاها في الجنب هذا توسع حسب المساحه عندك وحسب ما انت تحتاج تركب. ما شاء الله تبارك الله. افتح الباب، افتح يا سكندر. ايوه هذا الباب، يدخل الطفل يحط العابه يطلع من البيت نفسه على الحوش، كور مكعبات اي شيء، ويطلع على الدرج يتزحلق وينبسط. وهذا شكل البيت بعد التركيب.